الإمارات دفعت مليار دولار لدعم الشرعية، دفعت مليار دولار لدخول الحوثيين إلى عمران ثم صنعاء في إطار تصفية الحساب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي مول الحوثيين لدخول صنعاء والاستيلاء عليها الإمارات، الذي قوض الثورة 11 استمر الإمارات بالتنسيق مع السعودية، ولكن في مرحلة لاحقة الإمارات يهمها أن تلقى. لكن ظل الموقف الرسمي دائما لأبو ظبي والرياض العمل على الحفاظ على وحدة اليمن ودعم الشرعية في اليمن. في إسرائيل يقولون نحن مع حق الشعب الفلسطيني ونحن مع السلام، وأنا أجزرك يعني نحن الآن نتحدث أن نحن سأجينا لاستعادة السلطة من أجل الشعب اليمني، وإذا بهم لم يأتوا من أجل الشعب اليمني. السعودية عليها أن تستيقظ الآن، أقول لها بوضوح والأيام، وأنا قلت هذا من هناك وأكررها من هنا، قريبا جدا سيعلن عن حزب الله أو أنصار الله في الجغرافيا، أنا أعلنتها من قبل وأكررها الآن، وسيتم التنسيق الاستراتيجي والدعم اللوغستيكي، وسيكون هناك الضرب ليس في الطائرة المسيرة بل من الداخل، استنزاف الداخلي. هذا هو الخنجر الذي قصدته، الخنجر في الداخل؟ لا، الخنجر جاءنا من الإمارات ومن بعدها السعودية، لأن نحن سلمنا رقابنا للسعودية، والسعودية يعني ربما وثقت بالإمارات، الإمارات تطلعنا يعني. إذا عندما يأتي واحد زي عبد الخالق عبد الله ويقول لك اليمن لم تعد، أي عروبة هذه؟ أي أشقاء هؤلاء؟ يعني هل يأتي بشقيق؟ هذا ليس خنجر من الداخل؟ يعني نحن عندما نكون يعني جاهزين إلى مواجهة الأعداء، فإذا بالخنجر يأتي من الداخل، نحن جيناكم يعني لإنقاذ الشعب اليمني، نحن كنا نتوقع أن هؤلاء أشقاءنا، هؤلاء لدينا مشروع قومي معهم لمواجهة المد الفارسي،